كان بن عيد مارتن توسي من هامبورغ المانيا. بدي عندي كلمتين اخفهم بعض. انا طبعا عندي اكثر من عامين في وضع التونسي. سفيان بن عيد مواطن تونسي من هامبورغ المانيا، والان في بلاد العزيزه الحبيبه تونس العزيزه الحبيبه، والحمد لله نشكر ربي اللي انا بحفظها كل شيء. عندي كلمتين اخفهم بعض اللي هي باش نحوصل بها الوضع الكل. نحن قمنا بالثوره على اساس الديمقراطيه والحريه والشغل والكرامة والحرية والعدالة وحقوق الإنسان، هذا كل ما صارش. نحن كان قبل الزين وفاميلتو يقدموا فينا يسرقوا فينا 11 مليون تونسي يخدموا للفرقة الزين العابدين وتربسة، معناها تتلمهم الكل في بعض يجيب شي 30 و 40 واحد على الأقل دوب، حتى ناس كانوا خروطو ناس كانوا قعار على الأقل تقمصوا الدور، تقمصوا الدور باطني وظاهري خارجي وباطني، يحطوهم في الرفح شافوا روحهم على الأقل كثرات كلها وخامات كرئيسها وخامات تم برستيج تم ورا. أما إنسان عنده 17 سنة في الحبس يجي يكتب لي أنا الدستور، أنا كنت إنسان عذر الحبس حتى في الأوروب تطلع لي التذكرة بتاع الترام نورمال، شفت حبس، حبس ماهوش عيب، حبس درجات. أنا الفيلم عندي 17 15 10 سنين حبس، لازم برميرمون عندي اكتويل 15 سنين اكتويل في الشارع باش يعرف نسبه واش مصاش، مش مشكل. هذايا اسمه العنوان هذايا داخل السوق مبسط سين بلاش ترمى، ماهيش هذايا الوضع الحالي في تونس. انا نشكر السيد بن جد هذايا ماهوش رمي ورود، السيد بن جد وزير الداخليه مع كل احتراماتي ليه ماهوش رمي ورود. علاش؟ خاطر ملي هبط لتونس وشوف الكونترول ديال البلدان، كونترول عاري ولابس حصلت على المخدرات على الكراهب على الارهاب وكل شيء. هذا بالنسبه للحياه اليوميه نتاع المواطن. المواطن الانسان المنحرف مرحبا به، الانسان المنحرف مرحبا به باش نحطوه في الحبس، الانسان السابق مرحبا به باش نحطوه في الحبس، هذا يتابع هذا القانون. اما سامحني انا مش نسيب الميزان ونشد القطره، مش نسيب الميزان ونشد القطره. الحكومه الارهابيه هذه اللي هي متواطعه مع الارهاب، اللي هي متواطعه مع وتمول في الارهابيين، هذو هما اللي حاجتي بيهم. انا ما نسيبش انسان يقوم بعمليات ارهابيه ونقعد نتبع انسان يتبع في طرف يبيع في طرف زرقاء، يبيع في طرف زرقاء خاطر مواده معناها الحياه نتاعو نتاع هو بطل ومو بطل، يعني امبارح بيش قالوا ما فهمش كل شيء. مالغري هذا قانون بيع زرقاء حمل مسؤوليتك اخويا، ثم قانون، ثم قانون طبق على الناس الكل، طبق على الناس الكل في تونس، قانون يطبق على الناس الكل الا النهضه فوق القانون. فانت نهضاوي احسن خدمه تدبرها، ما تتكلمش على النهضه، ما تسبش القانوشي، ما تتكلمش على العريض، الناس الكل موسوسه، الشعب الكل كاره كره حاجه اسمها ساسه غنوشيه. شنو ساسه غنوشيه؟ كانت قد حرام اختار السياده، السياده السياده اي مركز صحيح فيه معناها ليفيكاس، اي مركز صحيح فيه سيطره، فيه اتحاد وحكومه، فيه برشا خدمات هما اللي يضربوها. ايش يحب يقول؟ هذوما كيفاش في حجوج؟ هذوما ما يخرجوش بالسيف. راشد الغنوجي اللي هو الرب الاكبر نتاعهم رضي الله عنهم عاملنا توا كما زاد تخرجني، تخرج لك الجماعه نتاعي، تخرجني نبرك لك على الجيش، خرجني مقتل في البوليسيه. انا كلمه كلمتين يا غنوجي، انا كلمتك في تونس انت وعلي العريض ابن الزين، انا كلمتك في المانيا قيادية في المانيا يتكلم، انا توا في تونس في بلادي العزيزه الحبيبه. انا لا احترم، لا احترم اي انسان خان بتونس. انا اقبل ما رضا الله الا برضا الوالدين، الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله. انا نقبل انسان سكيوجي يعمل غلطه يجيني في الصباح يقول لي سامحني يرحم والديك راني تعدى عليك، خير من انسان يركع لي 5 6 مرات اركع 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 من بعد يحط لي يده في دستور، دستور نتاع خونجي اللي هو معدي 17 سنه يجي يعمل لي دستور. نعم الله عليه الفئه والشعب مش باش نلوم عليه برشا، راهو خاطر النهضه ما نجحت في حد شيء، نجحت في تفريق الشعب. الناس زوالة اعتياد 20 واعتياد 20 واعتياد 20، الناس زوالة يعلم بها ربي شلوها اللي انت حبيت كل شيء. ما دخل، ما
ماهوش بي سي سي الحساسية، عندي احساس بي سي سي تحتمال كامل. النهضة ماهيش قاعدة، شكون يقول ماهيش قاعدة؟ الله سبحانه وتعالى. كل انسان تغاوم تغاوم تجبر، انا مش جيلي 23 سنة بن علي عمل فيهم، ومن بعد ذيك الدردعة، الدردعة باش بالشعب، الشعب هذايا ليلى ما لازمو مونتاليتي كل واحد يخمم في روحه، هذا يخمم في روحه، وقتين قابلت ما حسيت بعد. اللي باش يصير ربي سبحانه وتعالى يعطي اسباب، اسباب عندي احساس باش يصير اختيار احساس باش تتقرقع الدنيا وان شاء الله تتقرقع على خاطر نحن ماناش رانا قطر الاسلام، رانا مسلمين، رانا نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى اللي ماناش مسلمين نحترموا الديانات الاخرى، نحترموا الديانات الاخرى اذا العبد هذاك ما مسلمش الديانه بتاعنا، نحن نغيروا على الديانه، نغيروا على الاسلام، عندك الانسان اللي شد سكينه وموس سكينه وموس قد نتيجه ويبدا عليه تكبير تكبير، انا كمان نقصه راس نتاعه ونقول له انت الى الكبر، فهمتني؟ معناها البلاد هذيا بلاد كيلو فلفل بلدي كيلو مرقس ب 15 دينار، بور عيلة يوصل اللي فات اللي يوصل وقلبه يوجع ويمشي، ماشي فوق قال ايش فيه الشعب ما يتحركش الشعب ما عادش ينجم يتحرك، ايش خاطر ثم معارضة بدون معارضة عفاطة، شافت في الحوار سباشة قالت سبسيت قاسم الكعكة في فرنسا، ومن اللحظة هذيك بركت الآية مشاو لأمريكا ومشاو منها، حل بركة الشعب التونسي يثور. وثم اسباب رب سبحانه وتعالى مش تثور الشعب هذاك، وهو سبب الاختيار الثالث مش يصير. معناها يا ربي تحمي تونس، يا ربي تحمي تونس، انا احترم كل انسان تونسي، احترم الجيش الوطني، احترم الامن الوطني، احترم كل انسان تونسي يقوم بالضمير المهني مش هاوش للبريزيدون، ولا احترم كل انسان منافق، ولا احترم كل انسان فاشل في الدين، ولا احترم كل انسان باعوا للدستور وخط وعملوا على كيفه، انا نحترم الانسان اللي يخدم بلاده، فقير صغير كبير راجل انسى سكر ترانزي شهور بيدي ما يخدمني في بلادي ما يحصلني في بلادي وياكل في زوالي، انا ذاك سيدي اللي ما يعملش الشيء هذاك هذاك عدو، ما عنديش حتى اسم عنده عدو، عندي لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي عندي تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس، وانا مستعد اني في تونس ونقول فيه الكلام هذايا ومنها اتبولوا على السلسله الغم شيا قطرة قطرة قطرة، ان شاء الله يجيك السيد جلال بريك، نقول السيد علاش السيد؟ يا رب انا حبيت انا عمري ما قلت سيدي عندي اخوي الكبير سيدي سيد علاش؟ خاطر انت وطني، انت تضرب لي على الوطن نتاعي، انت تضرب لي على الوطن نتاعي، تتمن يهودي تتمن حي تتمن تصدق بقره تصدق هذيك الملك الخاصه، انا اموري اموري اللي دافع على بلادي اللي دافع على بلادي انا معاه، معناها توا بك علينا الحديد باشنو ربي سبحانه وتعالى يجعل اسباب، خاطر كل من تغاضى تجبر باش تتعبر له وذي ناس غلط وتثبت مش تعبرها. السلام عليكم.